أثارت تصريحة جديدة لرئيسة ميانمار أونغ شان سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام حول جيش ميانمار ومطالبته بسحق مقاتلي الروهينجيا في بلادها أثارت قلق المتابعين لأوضاع الأقلية المسلمة في ميانمار. متحدث باسم الحكومة قال إن مستشارة الدولة أونغ شان سوتشي طالبت الجيش بسحق مقاتلي الروهينجيا في أراكان خلال اجتماع عقد قبل وقت سابق بين زعيمة ميانمار وقائد الجيش بعد هجمات شنها متمردون على شرطة ميانمار. وسائل إعلام قالت إنه جرى تكليف الجيش بتنفيذ عملية لسحق من وصفتهم بالإرهابيين، فيما أكدت وسائل إعلام رسمية أن متمردين قتلوا 13 شرطيا وأصابوا 9 في هجمات على مواقع الشرطة. نناقش هذه القضية بعد تقرير عبد الكريم مبارك. يعيش أكثر من 1.5 مليون إنسان من مسلمي الروهينجا في إقليم أركان بدولة ميانمار حصول إبادة جماعية بدأت منذ تسعينات القرن الماضي على يد العصابات البوذية المدعومة من قوات الجيش والأمن الحكومية، في وقت تؤكد فيه تقارير حقوقية دولية أن قضية الروهينجا هي أحدى أخطر القضايا الإنسانية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم. وفي تحرك عسكري هدفه التطهير العرقي شن الجيش البورمي هجوما على ولاية راخين بزعم أنه رد على هجمات قتل خلالها صيادان ونسبت إلى أفراد من الروهينجا، في مشهد يبقي التوتر قائما في ولاية راخين بعد إخفاق محاولة لإعادة اللاجئين في نوفمبر الماضي بناء على اتفاق بين بورما وبنغلاديش، حيث رفض اللاجئون الروهينجا أن يكونوا جزءا منه ما لم يحصلوا على ضمانات بشأن حقوقهم وأمنهم. وينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان الموقف الدولي من هذه القضية، فعلى الرغم من حجم المأساة وعظم المعاناة فإن موقفا موحدا لم يتبلور لوضع حد لهذه المأساة، لكن الأمور بدأت تأخذ منحا أكثر جدية من قبل، خاصة بعد قرار مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اعتبار الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية ضد مسلمي الروهينجا بأنها إبادة جماعية. وفي أكثر من مناسبة رأى العالم مأساة القتل الجماعي وحرق المنازل والمزارع والتصفية العرقية التي يتعرض لها سكان الإقليم الواقع غربي بلادهم، التي ترفض الاعتراف بهم كمواطنين وحولتهم إلى مجاميع من المهاجرين بمخيمات في بنغلاديش المجاورة أو تحت سلطة القتل والتعذيب والملاحقة والاضطهاد. معي رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجيا طاهر الأركاني، أرحب بك طاهر الأركاني. بداية، ما هي حقيقة تلك المزاعم التي نقلتها وسائل إعلام ميانمارية عن استهداف متمردين من المسلمين الروهينجيا للشرطة الميانمارية وقتلها لعدد من أفرادها؟ حياكم الله، حيا الله مشاهدي قناة الحوار في كل مكان. قبل كل شيء نصور ما يجري الآن من في وسائل الإعلام من ذكر الحرب الدائرة في داخل أركان. هذه الحرب ليس الروهينجا فيها طرف، وإنما هذه الحرب الدائرة هي حرب عصابات دائرة بين جيش ميانمار والمنظمة البوذية المسلحة التي تريد انفصال من بورما، انفصال أركان من بورما. وهذا الحرب وتوقيت هذه الحرب خطير جدا بالنسبة لروهينجا لما يترتب على عودة روهينجا إلى أركان، لأن هذه المنظمة المسلحة وهي باختصار تطلق عليه AA، فهي منظمة مسلحة بوذية وهي جزء من السياسة البوذية في أراخين لطرد المسلمين، وهي وما يجري الآن هي المرحلة الثانية من مراحل خطة السياسة البوذية في أركان. فالمرحلة الأولى السكان البوذيون الراخين وهم يطلق عليهم الراخين في داخل أركان بالتعاون مع جيش ميانمار والتنسيق معهم يعني نجحوا في طرد المسلمين وقتلهم وإبادتهم وتهجير أكثرهم إلى بنغلاديش وغيرها من دول الجوار. ثم اليوم
هذه خطوة أخرى لخلق بيئة جديدة حين يضغط المجتمع الدولي على حكومة ميانمار لاستقبال هؤلاء اللاجئين، وتتدخل الهند والروسيا لإعادتهم حينما يرفض الروهينجيا للعودة غير ضامنة إلى داخل. السؤال الآن، ما حجم أستاذ طاهر، ما حجم انتشار هذه المعارك بين هذه المجموعات والجيش الميانماري؟ حجم المعارك طبعا متفرقة على يعني قرى التي يتحصن فيها القاتلون البوذيون الذين يقاتلون الجيش، هكذا يعني ينشر في وسائل الإعلام ويقال. ولكن فيما أعتقد هذه خطة مدبرة لإعلام المجتمع الدولي أن إعادة الروهينجا في هذا التوقيت لا يمكن، لما فيه من الخطورة في أمن أركان والبيئة غير مهيئة للاستقبال. طيب، هل هناك مسلمين يتضررون من هذه المعارك وما زالوا يعيشون في قراهم في ميانمار؟ نعم، هنالك مسلمون في هذه القرى وهم أعداد قليلة، في يعيشون مع البوذيين في بعض القرى الحدودية، لا أقصد حدود بنغلاديش ولكن مناطق أخرى في داخل بورما معها حدود من أركان، ويعيشون فيها، يتعرضون الآن، يدخلون في الأعادير البوذية وغير ذلك من المناطق الآمنة، يخرجون إليها ويتعرضون أيضا للقتل جراء هذه النيران التي تطلق من عدة جهات مختلفة ولا يعرف مصيرها. كيف يمكن الآن التحقق من هذه المزاعم، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يكشف ما قلته بأنها خطة مدبرة لتعطيل عودة الروهينجيا إلى قراهم؟ هذا واضح جدا، لأن الآن التوقيت ضغط المجتمع الدولي على حكومة ميانمار لاستعادة هؤلاء الروهينجا، وهناك تم فتح تحقيق مبدئي من محكمة لاجاي، محكمة لاهاي، فهذا أيضا ضغط قوي على قادة الجيش لاستعادة هؤلاء الروهينجا. كل هذا جاء ولكن دون أن يثمر، تم خلق هذه المشكلة. وهذا الجيش، جيش الذي يسمى AA، المنظمة المسلحة، بإمكانها أن يعني تحارب جيش ميانمار من قبل أيضا، ولكن ما بدأوا في ذلك الوقت. ولماذا في هذا التوقيت؟ لأنهم لا يريدون أن يعود الروهينجا إلى هذه المنطقة، لأنهم يريدون أن يستأثروا بالمنطقة وبالتالي ينفصلوا بدولة مستقلة عن دولة الأم بورما. سؤالي الأخير لك، ماذا عن موقف الدول الإسلامية والعربية؟ هل هناك أي تواصل معها؟ وكيف تنظرون كمسلمين روهينجا لهذا الإغفال الشديد، لهذه المعاناة المؤلمة التي تجري أمام أعيننا؟ لا يخفى على العالم الإسلامي وعلى الشعوب الإسلامية أن الدول الإسلامية ما كانت إلا تصريحات وشجب وأدانة، لا يملكون غير هذه فيما أعتقد. وهذا فيما كان في الفترة التي كان مسلمو روهينجا يتعرضون للإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية كما ذكرت الأمم المتحدة، فما بال اليوم المسلمو روهينجا في الخارج أغلبهم وعدد القليل الموجود في الداخل، وهم لا يعرف مصيرهم وما يتعرض له، وبالتالي وجود هنالك أثر للحكومات العالم الإسلامي يخدم قضية مسلمي روهينجا لا يظهر في هذا التوقيت تماما. شكرا لك. ضعيف جدا. رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجيا طاهر الأركاني. ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله.